قالت المفوضيه الاوروبيه ان 70% من السكان البالغين في الاتحاد الاوروبي تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا. وقالت رئيسه المفوضيه ارسولا فون دير لاين ان تلك النسبه تحقق الهدف الذي حددته المفوضيه في بدايه العام. تجاوزت بعض الدول في الاتحاد الاوروبي هدف 70%، بينما تخلفت دول اخرى في المنطقه الشرقيه عن تحقيق نفس النسبه.